اهلا بيكم معانا مره تانية. النهارده في اكتر من حاجه شديده الاهميه. من اهم الحاجات هي اليوم في حد ذاته، وهو يوم الشهيد. النهارده فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي شهد الندوه التثقيفيه رقم 35 للقوات المسلحه بمناسبه الاحتفال بيوم الشهيد. خلال الندوة وجه الرئيس الشكر والتقدير لأهالي الشهداء والمصابين للي قدموه من تضحيات للوطن. احنا عايزين ايه بقى؟ احنا عايزين بعد اذن حضراتكم هنستمع لمقاطع من كلمات او من كلمة الرئيس النهاردة في الندوة التثقيفية رقم 35. بس مهم جدا واحنا بنسمع نسمع بإنصات ونفتح عقلنا وقلبنا للي بيتقال، لانه اللي اتقال ده شديد الأهمية وبالذات في هذا التوقيت. خلينا أبدأ الأول كلامي بتوجيه الشكر، كل الشكر وكل التقدير والاعتزاز والتحية لأسرة كل شهيد وأسرة كل مصاب. والحقيقة أنا كنت عايزكم تبقوا دايما أقول إيه، أسمعكم الكلام اللي بيقولوه الأسر، الأهالي، الأب والأم والزوجة اللي قدموا أبنائهم أو أزواجهم. يعني كلام عجيب والله، كلام عجيب والله، ان هما بيتكلموا كده ويقولوا الكلام اللي انا ما كانش ممكن ابدا كلمتي غير ما اقول طالما في مصر شعب واسر، وزي ما انتم شايفين كلهم اسرنا، يعني ناس كلها بساط زينا، لكن واللي راح سند وظهر وضنا ابدا، كل كلمه تتقال كلمه طيبه، كلمه رائعه، مستعدين ونقدم اكتر. والاب يقول لي وانا كمان، فمن فضلكم نحييهم. خليني ارجع على جملة الرئيس في وصفه لكلمات أسر الشهداء، ووصفها الرئيس بأنها كلام عجيب والله. ليه؟ أقول لكم واحدة واحدة. لما بتاخد بالك بتلاقي أنه كلمات الأسر، سواء إذا كان الأب أو الأم أو الزوجة إلى آخره، أنه في استعداد دائم لدى الأسرة. مش بقولك بقى لتقبل فكرة أن ابنهم يستشهد، لأنه في النهاية ده شرف، لكن تقبلهم لمسألة ولازال لدينا استعداد نقدم بدل الشهيد اتنين وتلاتة واربعة. وزي ما قال الرئيس، قال دايما نسمع الجملة بتاعت يا ريتني كنت أنا والله. إيه اللي تقعد تفكر فيه في ده؟ هل الشهيد المصري ده قبل وقعة استشهاده، مش هقولك بشهر ولا باتنين ولا بتلاتة، بيوم، ب24 ساعة، كان يعلم أنه سوف يستشهد؟ لأ، العلم عند الله وحده، لكنه مستعد طول الوقت. طيب كلمة مستعد طول الوقت دي معناها ايه؟ معناها انه احنا هنا بنتكلم على مجند او ضابط مصري في الجيش او في الشرطة. حلو كده؟ جميل. فده معناه انه كل مجند او ضابط في مصر طول الوقت مستعد للشهادة، طول الوقت، ورايح مهمته وهو مستعد، ورايح يقوم بتكليفاته في حماية الوطن وهو مستعد. ده أنا ممكن أجيلك أحطها في قوسين كده، تكليفاته واجبه، إحساسه الوطني رفيع المستوى. مصر لو إنه فيها كنوز، فإنه أكبر وأهم وأقيم كنوزها هو إنسانية المصريين. الضابط أو المجند المصري اللي استشهد، زي ما وصفه الرئيس، كنز من الإنسانية، ولأنه هو جزء لا يتجزأ من الجيش أو الشرطة المصرية، واللي زيه عشرات الآلاف أو مئات الآلاف لو حبينا يعني نتحرى الدقة،
إذن أنت عندك كنز اسمه جيشك وشرطتك، قدر اللي اتعمل منهم وقدر اللي عملوه علشانك، بس كده. أكد كمان الرئيس النهاردة أنه كان لديه ثقة أو كل الثقة في نجاح مصر في الحرب على الإرهاب، وأكد أن الدولة المصرية اشتغلت في اتجاهين. شوف، دول كتير في الظروف اللي زي اللي احنا مرينا بيها هيبقى مفيش قدامها غير طريق واحد بس، محاربة الإرهاب، واحد بس، محاربته على الصعيد الأمني وعلى الصعيد الصعيد الفكري، ولكن محاربة الإرهاب. هات لي دولة واحدة في الدنيا، تاني، دولة واحدة في الدنيا اشتغلت على انها تشتغل على الاتجاهين، محاربة الإرهاب وبناء الدولة ومؤسساتها وبناء المواطن المصري من أول وجديد. يعني أنا هاخد بناء الدولة ومؤسساتها وبناء المواطن المصري من أول وجديد، أدي اتجاه، محور، طريق، والطريق التاني هو محاربة الإرهاب أمنيا وفكريا. على سبيل المثال، الحرب العالمية التانية كان من ضمن مسبباتها الكارثية هي وجود طريقة التفكير المتطرفة المتشددة العنصرية النازية إلى آخره، زي ما كلنا عارفين، صح؟ ماشي. ألمانيا نفسها بعد الحرب والعالم بعد الحرب أول حاجة عملها إيه؟ هل بنى ألمانيا ولا حارب التطرف الفكري النازي من وجهة نظرهم بقى؟ محاكمات نيورنبرج، إعادة كتابة الدستور الألماني تحديدا في ألمانيا الغربية بعد التقسيم إلى آخره، هم حاربوا، لكن خلصوا ده وبعدين عملوا بناء ألمانيا اللي بالمناسبة اتبنت بأموال العالم وقتها، يعني اللي تطوع، اللي هو المشروع الشهير بتاع جنرال مارشال. مصر بقى حاربت الإرهاب بطولها بالمناسبة، مفيش حد حارب معاها، بطولها. ومصر بقى بنت نفسها برضو بطولها، كان في مساعدات وكان في وقوف من جانب أشقائنا وأصدقائنا وإخواتنا في المنطقة، ولا نستطيع الإنكار، بل بالعكس نؤكد على ده، لانه احنا ما نقدرش ابدا ننسى اللي وقف جنبنا، زي ما احنا ما بنساش اللي وقف في وشنا ومش هيتنسي يعني، كويس. لكن عمليا انت واقف بطولك. مصر البلد الوحيد اللي قطع الطريقين مع بعض ونجح في الطريقين مع بعض. خلونا نسمع كلمة الرئيس ونكمل الكلام. وانا عايز اقول لكم ان لما بدأت معركتنا مع الإرهاب في 2013 و14 ولغاية يمكن شهور قليلة مضت، كانت كل الناس اللي كل المصريين ويفتكروا كده، كانت الناس بتقول يا ترى الموضوع ده هيفضل كده على طول ولا ايه؟ هو الكابوس ده هياخدنا وياخد أولادنا ولا ايه؟ كنت واثق من الله سبحانه وتعالى ان ربنا سبحانه وتعالى لا يمكن ابدا الشر، ابدا لا يمكن ابدا ينتصر على اهل الخير، اهل الشر مش ممكن مهما كان بشاعه وقسوه وغباء وجهل تصرفهم وعدوانيتهم، لا يمكن ابدا هتنجح. في النهايه الخير هينجح. وكان برضو من ضمن الكلام اللي احنا اتحركنا فيه، قلنا يا ترى نحاربهم وانت البلد تستنى كده، ولا نحاربهم والبلد نبنيها كده. فكانت كان القرار لا، احنا هنحاربهم وهنبني وهنشتغل واحنا بنقاتل، ومحدش كتير بيعمل كده، وده كان من فضل ربنا علينا، ده كان من فضل ربنا علينا. صح، يعني هنحارب الإرهاب وهنقف نتفرج على البلد ما نبنيش. بالمناسبة، مسألة بناء الوطن من أول وجديد بمؤسساته بأجهزته بكل حاجة فيه وبالمواطن هي جزء لا يتجزأ من الحرب على الإرهاب يعني. وهنا ده بيعكس مسألة الفهم العميق لمسألة كلمة إزاي أحارب تطرف وأفكار وتشدد في صعيد أمني وفي صعيد فكري.
وفي بقى الأصعدة التانية اللي هي بنعمل بيها إيه؟ بنقضي على أي مناخ يشجع على وجود شكل من أشكال التطرف والتشدد والعنصرية إلى آخره. يعني بتشتغل على الاقتصاد، وبتشتغل على المجتمع، بتشتغل على الملفات السياسية، بتشتغل على التعليم، وبتشتغل على الصحة. طول الوقت أنت قاعد عمال بتبني، وبالتالي أنت تدمر أي تربة قد تكون فيها شيء من الخصوبة لنمو الإرهاب. هنا ده ذكاء الدولة. خلونا في إطار يعني يمكن النهاردة والندوة التثقيفية 35 للقوات المسلحة المصرية وكلمة الرئيس واحتفالية بيوم الشهيد. الرئيس قام بتكريم أهالي الشهداء، ومن ضمن المكرمات السيدة الفاضلة وفاء حسين أحمد والدة الشهيد ملازم أول محمد أشرف عبد الفتاح. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا وسهلا، زي حضرتك. يعني مش عارف هستخدم المصطلحات ازاي، لكن التكريم تكريمين. ربنا سبحانه وتعالى كرمك بانه رحمة الله عليه الشهيد ملازم اول محمد اشرف يعني يستشهد فتكوني امه، فهو تكريم من ربنا. ثم يأتي تكريم الدولة وتكريم الرئيس ليك النهاردة. شعورك ايه بهذا التكريم يا فندم؟ تكريم ربنا طبعا ده شيء جميل جدا، وده في الأول وفي الآخر يعني للشهيد ولأسرته. إنما تكريم الدولة ده بيدينا إحنا كأسر شهداء دعم معنوي كبير جدا، يعني بنحس إن الدولة معانا، فاكرة أولادنا، مقدرة شعورنا وأحاسيسنا. بيدينا دفعة جامدة جدا، يعني كون ان الرئيس يفتكرنا ويفتكر ولادنا ويكرمنا ده بالنسبة لنا شيء كبير جدا جدا جدا. طب أستاذة وفاء، تقولي ايه للمواطن المصري اللي الشهيد ملازم اول محمد اشرف عبد الفتاح دفع حياته علشان حماية المواطن ده؟ انا عايزة بس اقول لحضرتك ان ابني لما دخل في مجال الكلية الحربية وأول ما تخرج راح سينا، بمجرد ما تخرج هو راح سينا، وكان في فترة عصيبة جدا 2014-2015، يعني كانت قمة الإرهاب، وسينا يعني كانت قلب النار زي ما بيقولوا في الإرهاب. ومع ذلك هو ما كانش بيشعر أنه هو هيضحي، بالعكس كان حاسس أن ده واجبه، واجبه انه يحمي ارضه، يحمي شعبه، يحمي اخواته، يحمي امه، يحمي ابوه، يحمي عيلته. نفسي كل مواطن مصري في مجاله ما يعتبرش نفسه انه هو بيضحي عشان خاطر البلد، لا، هو بيعمل ده علشان هو ده حق البلد عليه. ده دورنا ان احنا نعمل كده لبلدنا، ندافع عنها ونحميها ونرفعها ونعليها. ده واجبنا ودورنا. صحيح صحيح 100%. أحلى كلمة. أشكرك جدا 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 السيدة الفاضلة وفاء حسين أحمد والدة الشهيد ملازم أول محمد أشرف عبد الفتاح، حجز مكانه في الجنة رحمة الله عليه. طيب هستأذنكم، هنروح لفاصل، هنرجع بعد الفاصل هنستأنف كلامنا في يوم الشهيد أو حول يوم الشهيد، هنستأنف كلامنا النهاردة حول الندوة التثقيفية 35 للقوات المسلحة المصرية من تكريمات لأسر إخواتنا وأهالينا من شهداء هذا الوطن، ولكن بعد الفاصل. تكريم الأم المثالية السيدة سهير علي عبد العزيز عبد الله أرملة الشهيد البطل الرقيب محمد نبيل محمد قطب. كل سنة وانت أمنا كلنا، كل سنة وانت معاك قلبنا، كل سنة وانت فوق نجمة في السماء، كل سنة وانت حبيبة ربنا. ضحى بعمره لينا وهب لك عمرنا، احنا ولادك كلنا، نور اسمه بدمه عشان بلدنا تعيش، في الجنة عايش وبطولته ما تتنسيش. نور
بدمه عشان بلدنا تعيش. كل سنة ليكي تحية مننا، كل سنة وانتي رضاكي حلمنا. جاي نقولك يا أمي يهديك ربنا، ارخص لك كل غالي حتى لو دمنا. بدم عشان بلدنا تعيش. كل سنة وانتي أمنا. الريس طيب قوي، انا بتكلم بجد يعني من قلبي، ما اعرفش الكلام ده يتحسب صح ولا ما، يعني يقولوا في مذيع ما اعرفش، بس الريس طيب قلبه طيب باينه. يعني اكتر من مره بتلاحظ الطيبه بتاعته. يعني مثلا لو تفتكروا كده قادرون باختلاف، لازم تشوف معاملاته مع الولاد والبنات كانت عاملة ازاي. يعني شوف احنا النهاردة بنتكلم على حاجة حصلت من حوالي شهرين تلاتة، بس هي ثابتة في دماغي والله بكلمك بجد. يمكن حتى بعد ما الحلقة تخلص ارجعوا لليوم بتاع قادرون باختلاف ده وشوف الرئيس كان بيتعامل ازاي مع الولاد والبنات. فأكتر من حاجة كده بتلاقي فيه لقطات، اللي عاوز يشوفها هيشوفها، واللي مش عاوز يشوف ربنا سبحانه وتعالى يهدي قلبه وينوره له يعني. بس أنا بكلمكم بجد، يعني الريس شبهنا كده، يعني تحس إن هو زينا، زي حالتنا، زي أبهاتنا وخلاننا وعمامنا زينا، واحد مننا يعني. لازم تاخد بالك، أنا مش بقولك الكلام ده علشان مسألة بس ان هو خد الحاجة سهير من ايديها وكانت متسندة على دراعه لحد ما نزلت تحت وما الى ذلك، لا. وهو بيتكلم مع الحاجة سهير، ايوه شوف قبل دي كمان، وهو بيتكلم مع الحاجة سهير ومبتسم وبيبص لها، وبعدين قالت له حاجة فشاور على عينه غالبا اللي هي من عيني، وبعد كده قاعد عمال يقول لها حاضر حاضر حاضر. وبعدين انا اظن ايضا انه معاها ابنها اظن يعني، فوقف اتكلم معاه، يعني في جملتين تلاتة كده اتقالوا. فالمسألة مش التكريم البروتوكولي كما هو متعارف عليه، انه الحاجة تبقى موجودة فيتم تكريمها وتاخد الدرع بتاعها وتمام وناخد بعضنا ونرجع على مكاننا، لا مش كده. خد بالك حتى كمان الحاجة سوير وهي لسه بتقف بتاخد وقفتها، فبترجع خطوة لورا، كانت يا حبيبتي ربنا يديها الصحة رب، كانت هتتكعبل. فالريس فورا راح مدد ايده علشان يسندها، يعني عينه عليها من البداية، خد بالك يعني هو طول الوقت عينه عليها. ف انا بصراحة مبسوط، انا بتكلم بجد من قلبي يعني. يعني انا عندي تقدر تقول كده تسميها قلبك فرحان. أنا شخص أظن واضح عليا، أنا ما بحبش التكلف، يعني ما بحبش الأطر الرسمية البروتوكولية المعقدة خالص يعني. يعني لدرجة إيه أقولك، أما كنت ولا بلاش، خلينا في الموضوع بتاعنا. كنت أقول لكم على حاجة ما أظنش إنه مهم. بص 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 البصة بقى بتاعت الرئيس وهو بيتكلم مع الحاجة سهير ازاي، والابتسام وقاعد عمال بيسمعها وبيرد وبياخد ويدي معاه، وبعدين بيتكلم اهلا وسهلا اهلا وسهلا. انا بحاول اقرا بس يعني شفاف رئيس وهو بيتكلم. بص هيشاور دلوقتي على عينه، بص يعني هيشاور يقول لها عيني اهي، واخد بالك؟
انا بقول لك مش اطار التكريم العادي البروتوكولي، بيسال وعاوز يفهم ويعرف ويشوف محتاجه حاجه. بص اهي وادي اللقطه بتاعته، وهي يا حبيبتي ربنا يا رب يديها الصحه ويحميها دايما، يعني هتتكعبل. راح مدد ايده فورا، والدته يعني راح مدد ايده فورا، حطت ايده ورا ظهرها سندها. ده معناه انه مش الرئيس واقف يعني شوف، لكن كون ان هو يلحق الحاجة سهير كده، ده معناه ان هو طول الوقت عينه عليها من ساعة ما كانت بتقدم كده وطلعة تقف على خشبة المسرح للتكريم اهو. والله العظيم افندم ربنا يحفظك زي ما انت عاوز تفضل طول الوقت تحافظ على الناس. هو الحاجة سهير بتتسند على دراعه لحد ما هتنزل. تصدق وتؤمن بالله وانا عمري ما قلت الكلام ده على الهواء قبل كده، ما من وقت ما يعني 30/6 وانا عندي هذا اليقين في صدري وفي عقلي وفي مكنونة فؤادي، والله 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 وحياة أمي ورحمة أبويا أنا عندي استعداد، عندي استعداد أفدي الراجل ده بنفسي أنا، ما عنديش أي مشكلة على الإطلاق، لأنه اللي الراجل ده عمله علشان البلد دي أكبر بكتير مما يتم حتى إعلانه. يعني اللي اتعمل والله عبد الله صبري صاحبي هو وزميلي العزيز بيقول لي انا كمان معاك. بالمناسبه انا اظن ان ده شعور ناس كتير جدا، وعمرو زكريا معانا بس عمرو صوته عالي مش هناخده معانا. ف ده شعور ناس كتير يعني، وده شعور حقيقي بالمناسبه، شعور عبد الله حقيقي وشعور عمرو حقيقي وشعور اي. انا بقول الكلام ده فعلا، وانا اول مره اقول كده على الهوا والله العظيم. وفي ناس هتيجي تقول لي بطل، واصل انت كده بتطبلوا له، واصل كده مش بتطبل. لا، ده شعور حقيقي ويقيني وواقعي، وربنا سبحانه وتعالى عالم اللي في قلبي. شوف انا هقولها لك مره تانية، انا كنت اوحش واحد في الدنيا، اوحش واحد في الدنيا. النهارده انا مش احسن واحد في الدنيا، بس انا بقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله وما شاء الله. أنا ما بفوتش فرض، أنا بسجد على الأرض لربنا، وأنا بقول كده هو تاني قدامكو قدام ربنا، أنا مستعد أفديها أنا بعد الشر عنه كويس. فده أظنه يوسف كده، عمرو زكريا زميلي كده، عبد الله صبري كده، عوض كده إلى آخره. الراجل ده اللي عمله علشان البلد دي واللي قدمه علشان البلد دي أكبر مئات المرات مما نشر وقيل وأعلن ونوقش، ولا في مصر ولا برا مصر. وهيجي وقت يكتب فيه التاريخ عندما تنتهي السياسة، يكتب التاريخ عندما تنتهي السياسة. هيجي وقت وارد جدا ما نبقاش كلنا على قيد الحياة، ربنا يدلنا جميعا ويدلكم العمر آمين، بس اللي هيتكتب هتعرفوا، أو الأحفادنا أو أولادنا هيعرفوا كويس قوي الراجل ده عمل إيه. خلوني أخد معايا حاجة سهير علي عبد العزيز، الأم المثالية وأرملة الشهيد الرقيب محمد نبيل محمد قطب. أهلا بيك يا حاجة سهير. يا أهلا وسهلا يا ابني. ألف ألف سلامة عليكي، كنت هتتكعبلي. ده أنا ده احنا كلنا فداكي. أعملوا إيه؟ الحمد لله ده احنا كلنا فداكي والله. الله يكرمك يا والله كلنا فداك. الله يخليك يا حبيب قلب امك. يا حبيبتي ربنا يخليكي لينا يا رب. قولي لي بقى، كنت بتتكلمي مع الرئيس في ايه وقال لك من عيني؟ وهو بيقول لي من عينك؟ لا، انا كنت بطلب منه طلب خاص لي انا، فقال لي من عينيا يعني. طيب كويس خالص. و و و و وكان معاكي ابنك مش كده؟ وكان معايا ابني. اسمه ايه يا حاج؟ يعني اسمه ايه ابن حضرتك؟ اسمه احمد محمد نبيل عبد الله. الله، قول لنا يا حاجه احمد. أيوة. يعني ليه اخوات ولا ده الابن الوحيد؟ لا لا، ليه توأم. ليه توأم. ما شاء الله، ربنا يخلي ويبارك فيهم جميعا يا رب. الله يكرمك. كبرتيهم وخلتيهم احسن ناس.
الله يخليك. هو سايبهم عندهم سنة وخمس شهور. يا حبايبي دول قدنا كده من دوري يعني. يعني ماما يعني دلوقتي ما احنا كلنا ولادك بقى. ما كلكم ولادي طبعا. ده احنا لينا الشرف. لينا الشرف. لينا الشرف. لينا الشرف. ربنا انا اللي ليا الشرف. لا انا اللي ليا الشرف يا حبيبي. احساسك ايه يا حاجه سهير لما الريس بنفسه يعمل التكريم بتاع الام المثاليه؟ شوفي بقى من كام سنه، من سنه 73 لحد النهارده، وبعدين تحصلي وتحصلي على تكريم الام المثاليه النهارده. الحمد لله والله ده كرم من ربنا. الحمد لله. كرم من ربنا، كرم كبير الحمد لله، بحمد ربنا واشكره. الحمد لله. ربنا الحمد ربنا لله. يخلي لك الاولاد ويدي لك الصحه ويبارك في صحتك وفي عمرك. الحمد لله، اللهم لك الف حمد والف شكر يا رب. الف شكر ربنا. الف شكر ليك يا حاجه سهير. احنا حبينا نشكرك على يعني على 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 كل اللي قدمتيه علشان تربي وتكبري اولادك، صبرك وفخرك واعتزازك. والحمد لله وهيجوزوا عيالهم كمان. الله اكبر ما شاء الله. اللهم صل على كامل النور. يلا عقبال حضرتك. عقبال حضرتك. عقبال عيالي بقى. انا خلاص. ربنا يكبرك يا رب. يخليك يا رب. ربنا يجعلك من المغفورين يا رب ان شاء الله. جميعا جميعا. الف شكر لحضرتك يا رب. يا رب يخليك ويديلك الصحه. ربنا يخليك يا حاجه سهير ويديلك الف صحه. الله يرضى عليك. الله يرضى عليك. الله يخليك. شكرا شكرا لحضرتك. اتفضلي يا فندم. يعني انا فرحان بصراحه جدا يعني حقيقي بسماع صوت هذه السيده الفاضله الرائعه يعني. طيب خلونا كمان ناخد معانا ايناس محمد عماد عبد الفتاح. السيده ايناس هي ارمله الشهيد الرائد عبد الله محمود المرسي البهنسي. اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا بحضرتك. يعني انا عارف انه دايما بتفضل هذه الذكرى جوه القلب وبتبقى مؤلمه حبتين، لكن التكريم احيانا يخفف منها مش كده؟ هو اكيد طبعا. يعني التكريم اللي حصل النهارده انا احب اشكر عليه فعلا الرئيس، ان هو يعني كان شيء كبير جدا بالنسبه لنا. حتى لو هو مثلا حد يشوف ان هو تكريم بسيط او ما فيهوش حاجه كبيره او كده، ولكن هو بالنسبه لنا احنا كاسره الشهيد كان شيء كبير ان اسم عبد الله يتكتب ومصر كلها تشوفه، وان هو يتكرم على العمل اللي هو عمله، وان هو ممكن يبقى قدوه لاطفال ان هم لما يشوفوا ان في واحد افنى عمره علشان خاطر وطنه بالشكل دوت يبقوا عايزين يبقوا زيه. يعني حد مثلا يتفرج يقول لوالدته انا عايزه ابقى زي عبد الله، او عايزه ابقى زي الشهيد احمد او الشهيد محمد. يعني طبعا ده شيء كبير جدا بالنسبه لنا وعظيم. يعني زي ما هو مهم جدا بالنسبة لنا ان احنا كنا نسمع صوتك ونؤكد على هذا التكريم اعلاميا، ما يبقاش انه يعني الريس كرمكو فده في حد ذاته حاجة كبيرة، بس احنا كنا عاوزين زي ما يقول ناخد من الحب جانب، فاحنا نتشرف ايضا بان احنا نسمع صوت حضرتك ونساهم في هذا التكريم على قدنا زي ما بيتقال. شكرا لحضرتك جدا. والله احنا فعلا التكريم ده بين لنا قد ايه الناس حاسه بينا والناس حوالينا. يعني واحنا ماشيين كده كل الناس تيجي، طب انتوا محتاجين اي حاجه، طب احنا نقدر نساعدكم في اي حاجه. فانا حاسين ان احنا قريبين من الناس كلهم. يعني ما فيش فرق ما بين اي حد وجميع الجهات وجميع الناس، حتى الناس عامه الشعب عادي. يعني احنا ماشيين ناس بتتكلم علينا احنا كاهل الشهداء، ده شيء طبعا اسعدنا جدا. يعني حسسنا بفخر كبير قوي، يعني على الرغم من الحزن وال يعني الفقدان اللي احنا فقدناه شيء كبير، ولكن حب الناس صراحه اللي احنا شفناه ونظرتهم لينا صراحه ده كان شيء حسسني بفخر كبير جدا. يعني ممكن اشكر عبد الله على نظره النظره هو سابها لي. هو يعني ربنا اصطفاه عنده وان شاء الله يجمعني بيه في الجنه بامر الله، ولكن هو ساب لي نظره ناس يعني انا اشكر عليها جدا طول حياتي. طبعا يعني ده يعني ربنا سبحانه وتعالى اختاركم لهذا التكريم من رب الخلق اولا، وبعدين ربنا سبحانه وتعالى يلهم الدوله بانه الرئيس كمان يقوم بتكريمكم وما الى ذلك، فده فعلا ليكم فخر وليكم درجه بالمناسبه كمان يعني. فالحمد لله على كل شيء. رحمه الله عليه يظل دائما شهيدا مكرما مشرفا من عند ربنا سبحانه وتعالى ولدى دولته ووطنه وفي صحافه واعلام وطنه ايضا. اشكرك جدا يا مدام ايناس. الف الف شكر لحضرتك يا فندم. الف شكر لحضرتك.
احنا عايزين نروح لفاصل بعد اذن حضراتكم، وهنرجع بعد هذا الفاصل عايزين نتكلم في موضوع مهم قوي 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 قوي، وهو كلمه رئيس مجلس الوزراء النهارده الدكتور مصطفى مدبولي، لانه اتكلم في حاجات متعلقه بيا وبيك وبينا كلنا. الحاجات المتعلقة بينا جميعا دي هي تقدر تسميها الموجات التضخمية بتاعت أو النواتج بتاعت الحرب اللي حصل أو الأزمة الروسية الأوكرانية. من غير تعقيدات، أزمة الأسعار الدكتور مصطفى مدبولي اتكلم عليها بمنتهى التفصيل بمنتهى الوضوح، خلونا نناقشها بعد الفاصل. واحنا هنتكلم على موضوع الدكتور مصطفى مدبولي بالمناسبة، بس خلونا الأول لو تتذكروا احنا امبارح كنا بنعرض أيضا أيقونة النجاح، المرأة المصرية أيقونة النجاح، كانت احتفالية حلوة مهيبة مفرحة مبهجة جدا تحت رعاية وبحضور السيدة انتصار السيسي قرينة فخامة الرئيس، وتم تكريم عدد الحقيقة لا بأس به على الإطلاق من أيقونات هذا الوطن، وواحدة من هذه الأيقونات الإعلامية الشهيرة جدا 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 أستاذة سهير شلبي. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا أهلا بيك يا يوسف، إزيك يا حبيبي؟ إزاي صحة بيك. حضرتك كله تمام؟ الحمد لله تمام تمام خالص. نورتي مبارح يا فندم، فرحنا جدا لما شفنا حضرتك كلنا. الله يخليك يا يوسف. الحقيقة بص، أنا معتبرة ده تكريم لكل الإعلاميين المصريين ولمصير والتلفزيون المصري كمان بالتحديد، فأنا ما تتصورش كنت سعيدة قد إيه. والله إحنا كنا أسعد إن إحنا نشوف إن التكريمات بتروح ل يعني واحدة من أهم علامات ماسبيرو لو صح الكلام، يعني حضرتك من الناس اللي الكل كان يشاهد ويتابع ويتعلم، وبالمناسبة أنا وشريف أصحاب ودفعة. والله. والله. أنت وكريم، أنت وكريم. أنا وشريف. شريف والله. والله. أنا وشريف دفعة. لا وساعدت شريف في مشروع التخرج بس هو ما بيقولش. لا ده شريف صاحبي وأخويا حتى هذه اللحظة يعني. جميل جميل جميل. يعني. ده كل الناس في الكنترول روم بيقولوا اصلا شريف صاحبنا وزميلنا كلنا، ده صحيح. بس صاحبي انا اكتر بصراحه. طبعا صاحبي انا اكتر. طب يعني استاذه سهير، كان احساس حضرتك ايه لما تم ابلاغك بمساله التكريم ثم الحضور فيما بعد ذلك؟ بص والله انا تم ابلاغي بالتكريم قبلها بيوم بالليل، يعني أيوه. اول امبارح بالليل. مفاجاه حقيقيه يعني. مفاجأة بجد والله العظيم، مفاجأة. يعني ايه؟ قالوا لي حضرتك من المكرمات، انت مكرمة. قلت لهم بجد؟ الله، ده ايه الخبر الحلو ده وكده. فطبعا يعني مش قادرة اقول لك، لما رحت بقى السيدة حرم سيادة الرئيس، سيدة انتصار، السيدة الاولى الجميلة الرائعة، النموذج المصري الذي يحتذى بجد. صحيح. هذه السيدة سيدة مصرية أصيلة جميلة حنونة راقية، كل حاجة فيها جميلة الحقيقة. يعني لما قابلتها بقى على الطبيعة كمان، يعني مش قادرة أقول لك، وهي بتسلمني التكريم أنا حسيت إن أخت بنت خالة، عارف، حد حنين. سيدة حنونة جدا وحنينة جدا ولطيفة وفرحانة من قلبها وهي بتكرمنا، وأنا بتكرم. أنا كنت في غاية السعادة بجد، لحظة من عمري ما انتهاش، أو ده بقى يعني فعلا يوم من عمري لا ينسى حقيقي، لأن أنا مر في ذهني يا يوسف يعني تاريخ خدمة 40 سنة زمان. يعني أنا قعدت 40 سنة في الإعلام، قدمت كل ما يمكن تقديمه، مش قادرة أقولك، في كافة المجالات. صحيح. وخدمت بلدي بعشق، لأن أنا أعشق هذا البلد جدا، فخدمت بلدي بإخلاص جدا وبعشق جدا وبحب جدا، وكنت حابة شغلي قوي 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 طول العمر، وما زلت، والإعلام في دمي ما زال على طول. يعني أنا حزينة أن أنا بعيدة على فكرة عن الشاشة أو عن جمهوري، لأن أنا بيطلبوني كل يوم والتاني أنت فين أنت فين، يعني بقول لهم أنا موجودة، هو والله أنا موجودة. المهم يعني ان انا عايز اقول لك التاريخ الطويل ده
مر كده قدام عيني في لحظات يعني كانت لحظة من أروع لحظات عمري. وبعدين عايز أقول لك على حاجة، تكريم الدولة ده تكريم الدولة بقى ده. أيوة. يعني سيبك، إحنا طول النهار نسمع تكريمات والناس هنا بتتكرم والناس هنا، وأي حاجة بقى دلوقتي حاجة يعني بقيت أتفرج كده أقول إيه الناس دي، مش معقول يعني هم ليه بيفقدوا قيمة كلمة تكريم دي. تكريم ده عن تاريخ طويل. صح. عن عمل شاق، عن مجهود غير عادي. فلما يكون تكريم من الدولة المصرية الجميلة ده شيء يعني أنا فخورة بيه جدا جدا جدا. طيب يا فندم، أنا حسيت وصححيني لو أنا غلطان أنه ده تكريم مزدوج، يعني ده تكريم للأستاذة سهير شلبي وتكريم لمسبيرو كمان. والله زي ما بقولك أنا حسيت الإحساس ده. أنا النهاردة جميع المذيعات والمذيعين في مسبيرو وبيكلموني، الكبار والصغيرين والأجيال كلها بقى، كل الأجيال بتكلمني، الفرحة اللي عندهم مش طبيعية. صح. يعني أنا حتى بقيت أقول لهم بصوا أنا التكريم ده أنا يعني ليا وليكم يا جماعة، ده التكريم ده لمسبيرو وللتلفزيون المصري وللإعلام المصري. يعني فرحتهم كل الأجيال مش قادرة أقول لك، وأنا سعيدة أنا حتى إن ده تكريم ليا وللإعلام المصري وللتلفزيون المصري اللي هو كان على الساحة سنين طويلة وقدم ناس يعني من أروع ما يكون. ولا زال والله، ولا زال والله، ولا زال، هيفضل طول عمره قلعة. يعني في طاقات وناس يعني هايلين طبعا بجد. طبعا. وانت هو انت طالع من القناة الاولى. انا طالع من التلفزيون. يعني انا حتى بزعل قوي لما الاقي حد يقول ايه ده من بره التلفزيون، اقول لهم والنعمة انا من 98 هنا والله. القناة الاولى دي قناتي انا دي. طبعا طبعا طبعا، ام القنوات زي ما بيتقال. أيوة. صحيح صحيح. والله يا أستاذة إحنا سعدة جدا 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 جدا، وفرحنا بهذا التكريم، وزي ما كنت بقول كده فرحة فرحتين، فرحة بتكريم حضرتك وفرحة إن إحنا شفنا حضرتك قدامنا. فشيء بالنسبة لنا كان شيء رائع ومشرف لينا جميعا بصراحة. بص اسمح لي من عندك. تفضلي. من هنا كده يعني أتقدم بخالص خالص خالص شكري للسيد الرئيس المحترم فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وللسيدة المحترمة سيدة مصر الأولى السيدة انتصار السيسي. بجد احنا بنشكرهم، انا بشكرهم يعني كلنا. حتى بعيدا عن هذا بقى كمان التكريم ده شكر خاص يعني، لكن انا بشكرهم على المجهود المبذول لهذا البلد، على شيء احنا انا 40 سنه احنا شهود على العصر يعني. أيوة. احنا شهود على العصر، فاحنا شايفين الدنيا كان فيها ايه والدنيا بتعمل فيها ايه في خلال السبع سنوات دول اللي اتعمل في مصر. احنا ما شفناهوش بهذا الشكل الرائع الرائع بجد قبل كده. صحيح 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 100%. أنا بشكرهم بتمنى ربنا يحفظهم ويحفظ رئيسنا يا رب ويخليه ويديله الصحة، بندعي له كل الدنيا بتدعي له ليل ونهار والله، وحكمته وحفظه ومحافظته على البلد وشعورنا بالأمن والأمان في ظل عالم شوف بيحصل فيه إيه وحروب شكلها إيه ودمار شكله إيه. ربنا يا ربي ربنا يستر علينا نعمة يا رب الأمان. الحمد لله الحمد لله. أنا بشكر حضرتك جدا مرة تانية وتالتة وعشرة، وتحياتي وألف ألف شكر لحضرتك يا فندم. كل الشكر لحضرتك يا أستاذ سهير. ميرسي ليك جدا. شكرا جدا ليك يا فندم. ميرسي للتلفزيون المصري حبيبي. ألف شكر لحضرتك يا فندم. ميرسي جدا الإعلامية أستاذة سهير شلبي، زي ما بقول لكم واحدة من أيقونات مسبيرو، وبالمناسبة هي واحدة من أجمل الابتسامات التي كانت تظهر دائما على الشاشة، صاحبة ابتسامة دائمة وابتسامة حقيقية وطبيعية. يعني أستاذة سهير شلبي تشوفها على الشاشة زي ما تشوفها في الحياة العادية، دائما مبتسمة ما عندهاش أي تجاهم على الإطلاق، دائما صاحبة مزاج رائق ومعتدل جدا. ويمكن ورثت ده لصديقي بقى شريف سمير، شريف أحمد سمير مخرجنا الرائع والعظيم ورفيق دراسة ومشوار وصداقة ومحبة وكل المودة يعني والأخوة اللي بيني وما بين شريف ومجموعة كبيرة من أصدقائنا بقى نقعد نتذكر أكيد يعني عدد لا بأس بيه. شريف هتلاقيه قاعد عمال بيضحك دلوقتي.
لكن هرجعكوا تانية على المرأة المصرية أيقونة النجاح. من ضمن الحاجات اللي أنا كنت فرحان بيها قوي 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 وكانت طبعا مفاجأة بالنسبة لي، أنه في الاحتفالية وبعدين بدأت المزيكا وبعدين بدأت الغنوة وبعدين لقيت قدامي مع حفظ الألقاب طبعا صفاء أبو السعود، هي بنفس الأداء ما شاء الله، تاتشود بنفس اللياقة ما شاء الله، تاتشود بنفس الروقان بنفس البهجة بنفس حالة السعادة الغامرة التي طالما وضعتها وأسبغتها وغرقتنا جواها صفاء أبو السعود. صوتها بيضحك بيرقص. أستاذة صفاء إزاي حضرتك؟ انت ازاي حضرتك؟ اولا ميرسي على المقدمه بتاعتك الحلوه والله العظيم من قلبي يعني. ده من قلبي، لا ادها ايدي اقل حاجه تتقال، ده عشان بس ما اخدش من وقت المكالمه، انا لو عليا هقول يعني حاجات كتير. اشكرك جدا ميرسي يا حبيبي. احنا فرحنا كلنا. لو تشوفي حضرتك كل زمايلي اللي قاعدين معايا هنا جوه البلاتو وزمايلي اللي في الكنترول روم، واحنا بالنسبه لنا الموضوع مفاجئ، كله راح ساكت، ايه ده مش ممكن. فرحة 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 يعني. أنا بشكرهم أولا، بحييهم كلهم جميعا وبحييك كمان. يا رب يخليكي. أولا المفاجأة دي كانت عظيمة، نرجو أنها تستمر طول الوقت بقى مش في إطار المفاجآت يعني. كنت وحشانة في الحاجات الحلوة اللي زي كده، وحشانة في البهجة جدا. أشكرك يعني، وحشانة في مثل هذه الاحتفالات احنا ما ننساش كل حاجة، ده كفاية أيقونة العيد. اهلا بالعيد. طبعا يا خبر ابيض يا خبر ابيض. سعد نبيه سعد نبيه مش كده؟ هل 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 هنتوقع المزيد والمزيد خلال الفتره الجايه ولا كانت مره كده؟ والله هو الحقيقه مش عشان كانت مره، هو الحقيقه انه الموضوع مهم. اولا يوم المراه العالمي وفي مصر يعني احنا عاملين بروجريس، تقدم كبير في مصر بالنسبه للمراه، يعني ابتدت تبقى وضعها مش مجرد شعارات، بقينا شايفينها بقى فعلا بحقيقي، بقت حاجة مهمة، حاجة مهمة، قاضية وطيارة ودكتورة وكل الحاجات اللي ماشية مع العصر اللي احنا فيه. مظبوط. لأن يعني بقى كان في حاجات تقول لك عيب، ما اعرفش ايه عيب ايه، الأغنية كلماتها ماشية مع هذا العصر، يعني مع انك البنت ما تتجوزش صغيرة زي زواج القاصرات اللي بنسمع عنده. طبعا البنت لازم تتعلم، البنت لازم يكون عندها شخصية، مش معنى شخصية انها تتخانق يعني، لا طبعا، بس تبقى عندها شخصية وتقدر تقول رأي وتقدر تعترض وتقدر يعني. كلمات الأغنية الحمد لله يعني كان متوفق فيها قوي الأستاذ أيمن بهجة قمر، يعني كتب كلمات فعلا يعني البنات بيعانوا منها، وقال حلول، خلتني حبيت ان انا اقدم حاجه لمصر، يعني اغنيه تمشي مع الحاجه اللي احنا محتاجينها، وان احنا ننبه البنات ازاي يقدروا يبقوا ان هم دول الامهات، وهم دول اللي هيبقوا الدكتورات وهيبقوا العلماء والعالمات وكده يعني. فأنا عايز أقول إنه البداية بتبدأ من الطفل، فكان حلو إنه الموضوع جميل ومناسب، فشدني فعلا إني أدل معهم. في الوقت كان قصير ولكن الحمد لله يعني إيه، قدمنا حاجة لطيفة جدا. أفندك جدا حاجة لطيفة، بس دي حاجة لطيفة جدا. الله يخليك. واللحن كان متوفق برضو، الموسيقار محمود طلعت قدمه بشكل جميل ومدروس كده ولطيف وبسيط. طيب فيعني ده حاجه شدتني اني اعمل الاغنيه البسيطه دي. طب هنا يجي سؤال بقى، يعني استاذه صفاء ابو السعود، من الفن للاعلام، هل نقدر نقول من الفن للاعلام للفن مره تانية ولا يعني مش عارف؟ ايوه انا اولا طبعا بفتخر بالفن بجد يعني. يعني بحب ان انا ابقى فنانه اساسا. الاعلام يعني جه معايا مصادفة، ما اكذبش عليك، بنجاح مبهر. انا مش خريجة اعلام، انا خريجة كلها حاجات فنية، معاهد فنية. حلو. يعني مع الكونسرفاتوار، معهد السينما وكده، انما اعلام
برضو لي ناسه ولي المتحدثين واللي بيعرفوا يتكلموا كتير قدام الكاميرات. أنا بحب الفن أصلا، وعشان كده لما عملت حاجة إعلامية كانت مرتبطة صح بالفنانين. حلو. يعني كلها فنانين والفن، يعني تلاقي مثلا شخصية كبيرة، طبعا حد مثلا اشتغل معايا دور الأب، دور الخال، دور العم، النجمات الكبيرات كلهم، كان كل اتصالي بالفنانين اللي أنا كنت بشتغل معهم. فما جربتش يعني ان انا اعمل حاجه غير كده بالنسبه لحكايه الاعلام دي. طب ما احنا نعمل كده تاني. التجربه كانت ناجحه جدا جدا ما شاء الله. فيعني ايه المانع ان احنا نعمل، مش هقدر اسميها سيزون 2، بس نعمل تجربه رقم 2. يعني ما بكذبش عليك، ما فكرتش فيها. يعني ما فكرتش فيها. وطبعا هو جميل ان يعني انا بصراحه كنت بعتبر نفسي قاعده معاهم في قعده زي ما بنقعد كده اثناء التصوير بين الشطات، بين يعني في التسجيل في حاجه، يعني مانيش محضره. بس انا على فكره انا هقول لك حاجه، المذيع او الاعلامي يجب ان يكون عنده جزء تمثيلي من غير يعني من غير ما يفتعله. أيوه. هو لازم يكون، لان هذا الحضور والقعده الطويله دي وكده بيكون عنده حته الممثل اللي لازم يكون عنده الصبر، لازم يكون حاسس بالحاجه اللي بيتكلمها. لا نفس الحكايه تبقى قريبه للممثل لما بيكون يعني هو ثقافته كويسه، يعني لازم يكون عنده ثقافه، شويه ثقافه عشان مفرداته تبقى حلوه كده يعني. طيب ايه راي حضرتك، هقترح على حضرتك اقتراح، يعني ايه راي حضرتك لما وقتك يسمح الاسبوع اللي جاي تحلي علينا ضيفه رائعه عظيمه في برنامج التاسعه، ونقعد قعده لطيفه زي ما حضرتك وصفتيها بالظبط. اتمنى ان انا اكون لطيف يعني، بس والله هو اقتراح مفاجئ بالنسبه لي. فاتمنى ان هو يكون مشجع بقى كمان. والله مشجع، انت مشجع على طول يعني. يا رب يخلي حضرتك. ايه رايك؟ يعني ما اعرفش، بس لازم يكون الاسبوع الجاي. يعني هو الاسبوع الجاي انا عندي احتفاليه كده تبع وزاره التعليم. جميل. فانا مش عارفه هكون الميعاد ده فاضيه فيه، يعني انا ممكن اظبط الميعاد معاكم. اتفقنا ان شاء الله. خلاص متفقين. اعتبر انه بس وعده هنبقى سوا صح؟ ده وعد. وعد. الله خلاص. الله ان شاء الله. ان شاء الله يا بختي. اشكر حضرتك جدا 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 جدا. الف شكر ليك يا فندم. الف شكر. اشكرك جدا. وانا بس عايزه اشيد بحكايه التكريمات. انا لسه كنت بشوف الاستاذه طبعا سهير الشلبي مكرمه، وغيرها كتير كانوا موجودين، اختياراتهم موفقه جدا. أوي. كانوا مختارين ناس يمكن الجمهور العادي ما يعرفش بيعملوا مجهود قد ايه عشان يخدموا مثلا ذوي الاحتياجات الخاصة، الصحة، الزهايمر، يعني الإشراف على حاجات يعني كتيرة مختلفة يمكن الناس ما تعرفش مين اللي بيعمل الحاجات دي ومين اللي بذل هذا المجهود. أنا بحيي يعني فعلا السيدة انتصار، لأن هي اختارت كل فرع من الفروع اللي لازم الناس تطلع، يعني لازم تظهر على الشاشة للناس يعرفوا إن وراءها سيدات محترمات بذلوا مجهود تعبوا علشان هذه الفروع تطلع قوية وتشتغل حلو، والمستشفيات اللي بتعالج وأشياء كثيرة كانت موجودة امبارح. زائد بقى طبعا حبها أو يعني احترامها للفن بأن هي اختارت يعني مجموعة من الفنانين اللي ليهم بصمات مع المرأة، يعني المخرجة إنعام محمد علي. أيوة. اللي عملت هي والمسرحيين، وكان لي الشرف طبعا أن أشتغل في العمل ده. المرأة إزاي اللي ما بتعرفش تقرأ مشاكلها، حياتها بتنبهي إزاي، ولكن الطموح والعزيمة وكده خلتها بقت حاجة. غيرها بقى طبعا في فنانة فردوس عبد الحميد، الفنانة نيلي اللي بتمتعنا وأمتعتنا بالفوازير، الأستاذة رجاء حسين. يعني الحقيقة الاختيارات كانت موفقة جدا جدا جدا. أنا سعيدة جدا
ومتشرفة جدا بأن الدولة تكرمني في هذا الاحتفال، وإن شاء الله إذا جت فرصة أعمل حاجة تانية هعمل إن شاء الله. يا ريت يا ريت يا ريت. على كل حال إحنا هنناقش كل ده لما هنتقابل في البرنامج ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا. شكرا ليك يا فندم. كل الشكر حتى كل الشكر لفنانتنا الكبيره استاذه صفاء ابو السعود. خلونا نروح بقى لحاجه تانية، او يعني لحاجه قريب. ديانا سعد جرجس مؤسسه مبادره اسمها شجره التوت. بتعمل ايه مبادره شجره التوت؟ بتعمل عمليه دمج لإخواتنا أصدقائنا أهالينا من أصحاب القدرات الخاصة في المشهد الفني الثقافي في مصر. ديانا موجودة معنا على التليفون؟ ألو؟ أيوة أي فندم، مع حضرتك. فندم إيه ولا فندم ولا حاجة، يوسف خبط لزق، مفيش حاجة اسمها فندم. إزيك يا ديانا؟ الحمد لله تمام. عاملة إيه؟ كله تمام؟ كله حلو. تحكي على إيه؟ لا مبسوطه يعني، علشان بقول لك ولا فندم ولا بتاع. طيب معلش، انا عارف ان انا ابقى ساعات بقول حاجات لم يعتاد الزملاء ان هم يقولوها، بس انا خلقتي كده يعني. انا بقول اي حاجه. المهم، لا فخوره اني مع حضرتك. لا يا ستي، ده احنا اللي نتشرف، ده احنا اللي نتشرف، خصوصا بالمبادره اللي انت عاملاها. انت الفكره دي جات لك ازاي يا ديانا؟ انا كنت بمثل مسرح من زمان، ومثلت مسرح ومثلت حبه افلام قصيره كده صغيره، وفي نفس الوقت كنت بشتغل في مجال التنمية، وكنت بنسق تدريبات مع الأشخاص ذوي الإعاقة، فكنت بحضر تدريبات كتير معاهم. وفي يوم من الأيام بنت من الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية كنا بنحكي حاجات شخصية عننا، فحكت إنها قابلت تنمر وهي بتحاول تدخل مسرح الجامعة. فمن هنا نور في دماغي فكرة، أو هو سؤال، هو يعني هو ليه فعلا مش بيتم الدمج ده في الورش اللي احنا بناخدها في المسرح؟ ليه المسرح مش متاح بس لاستقبالهم كمتفرجين، لا متاح ان هم يطلعوا ويعبروا بنفسهم كاشخاص مستقلين، المخزون بتاعهم على مر يعني حياتهم مهم في التعبير ومهم في المسرح ان احنا نستخدمه ان هم يعبروا عن ده، وده كمان بيأثر على رؤيه الدراما للاشخاص وحكاياتهم، ان هم يبقوا متواجدين ده هيأثر طبعا، لا القصص بتاعتهم هتتاخد بشكل مفتعل زي ما بيحصل او كنا بنشوف كتير في الفترات في زمان اكتر يعني من دلوقتي، ولا هو هيتم بشكل تعاطفي زياده، لا هيتم التعامل بشخص عنده مخزون مختلف عني، زي ما كل واحد عنده مخزون مختلف، فكمان هم مخزونهم مهم جدا لينا في الدراما وفي الفن وفي الثقافه. ومن هنا جات لي فكره ان هو لا طب ما يلا نعمل دمج، يعني هو كمان ليه حتى لما بيتم ورشة أو حاجة بيبقى بينعزلوا، طب ما أنا كده ما عملتش حاجة، هما كده برضو لسه منعزلين يعني مش مندمجين برضو معانا. ففكرت اللي هو ليه لأ ما نجرب، وبدأت أدخل كذا حاضنة أعمال إن هما يساعدوني في الاستشارات الفنية والثقافية، ودخلت أكتر من حاجة منها مؤسسة معاهدة المحروسة، وحاليا في بسيطة لايف، وبسيطة من يعني حابة أذكرهم لأن هما من أهم الناس يعني اللي وصلتني للي أنا للتكريم ده أو للي أنا فيه بمجهودهم معايا. بس ومن هنا جت الفكرة، وهي اسم شجر التوت كان أكتر حاجة في الفكرة كانت يعني، أو وإحنا بنفكر كنا بنضايق إن خاصة في المسرح كان بيتم بس إن هما يبقوا موجودين في احتفالية، إن هما يعملوا عرض وبرضه بيعملوه لوحدهم، مش ليه بقى اسم شجرة التوت؟ ما دي الفكره، انه يعني هو نبات التوت او الفاكهه بتاعه التوت هي مختلفه وفيها الوان كتير، بس بتطلع في فصل واحد هو فصل الربيع. ايوه، زي ما بيتم الاهتمام بالاشخاص ذوي الاعاقه في مناسبات معينه، طبعا دلوقتي بدات الدوله تهتم بيهم يعني بجهود طبعا عظيمه، بس زمان كان بيتم كده، ودي كانت حاجه بتضايقنا اللي هو ليه، طيب هم ليه احنا عاملين اصلا اليوم العالمي يعني طبعا دي حاجه مهمه، بس اللي هو يعني هو بفكر بطريقه اعمق، يعني هو ليه في اليوم العالمي للاشخاص ذوي الاعاقه؟ طب ما هم موجودين، عشان هم موجودين فلازم يبقوا موجودين باستمراريه، بس وده الهدف ان احنا الورش بتاعتنا دي تفضل مستمره، ولغايه لما احقق ان يبقى في فرقه دامجه مسرحيه تسافر عروض وتحقق يعني تحقق كتير يعني ان شاء الله. برافو عليكي، انا سعيد باللي انت بتقوليه، اصل اللي انت بتعمليه ده ديانا والنوع ده من الفرق ما كانش ملقى عليه اي ضوء زمان، ما كانش حد بيحس بيه، وكانت ساعات الناس تتعامل معاه باستهتار او بتعالي،
فانا فرحت جدا بالمبادره وبالفرقه، ده حاجه، وفرحت قوي بان انا الاقي فيه تكريم ليكو بجد، يعني لانه ده معناه ان احنا فعلا الدوله ماشيه والله العظيم بسرعه صاروخ صاعد كده، حاجه جميله يعني. انا بشكرك جدا ديانا سعد جرجس، مؤسسه مبادره شجره التوت. خدتوا بالكم من اختيار الاسم؟ اصلها بتطرح في موسم واحد بس اللي هو الربيع، وده اللي كان بيحصل، بياخدوا بالهم مننا في مواسم، دلوقتي بقت الحكايه خلاص مختلفه تماما. احنا لسه في معانا فاصل صح كده، هنروح لفاصل، هنرجع بعد الفاصل بقى هنتكلم اقتصاد ولا هنتكلم فن ولا هنعمل ايه يا اولاد؟ تختاروا ايه؟ اقتصاد بقى خلاص بقى لازم. الاسعار، مش انا عرفت لكم اصل كلمه فاتوره اسباني، هشرحها لكم بعدين. فاصل ونكمل الكلام. احنا بقينا قدام موجات تضخميه كبيره جدا اللي اتكلم عليها كل الخبراء العالميين، يعني صندوق النقد الدولي اتقال ان النهاردة التأثير كبير جدا هيكون على اقتصاد العالم والاسواق المالية وتداعيات على كل البلدان. رئيس البنك الدولي، والحقيقة كنا لسه في حديث الاسبوع الماضي معاه، كان بيتكلم ان الازمة اللي موجودة النهاردة هتكون جاءت في وقت سيء جدا للعالم، لان كان التضخم بالفعل اخذ في الارتفاع على مستوى العالم، وده زاد الموضوع بصورة حادة جدا بسبب هذه الازمة. النهاردة التكلفة حتى هذه اللحظة بعد 14 يوم فقط من الأزمة 400 مليار دولار على مستوى العالم النهاردة، وابتدت كل المؤسسات بتقول ان التعافي اللي كان متوقع بعد جائحة كورونا، الكلام ده ابتدت اللهجة التشاؤمية، وان بالعكس الاقتصاديات العالم هتشهد مشاكل كثيرة جدا، وابتدت حتى كانت الفكر ان ممكن موجة التضخم اللي كان الناس بيقولوا دي هتبقى مؤقتة، ابتدت كل الخبراء بيقولوا ان الموضوع ده كده ممكن يبقى مرشح ان هو يزداد. وبالتالي النهاردة بس عشان نعرف ايه اللي بيحصل في العالم، الدول العظمى والكبرى، الولايات المتحدة الامريكية وصلت نسبة التضخم فيها 7.5%، اوروبا بقت ومنطقة اليورو 6% نسبة التضخم، ودي ارقام لو ناخد بالنا ان هذه الدول كان معدل التضخم فيها لا يتجاوز 1 أو 2%، فمعنى كده ان التضخم فيها زاد 3 أضعاف في فترة بسيطة جدا. الكلام ده طبعا ادى الى قفزات سعرية حادة جدا خلال ال 14 يوم اللي فاتوا على مستوى العالم كله في كل السلع الاستراتيجية. انا حدي بس مثل بسيط، القمح على مستوى العالم زاد ثمنه 48%، 48% زيادة بحوالي 100 دولار، يعني اكتر من 100 دولار فقط على الطن خلال ال 14 يوم دول. الذرة 30% زيادة. فول الصويا اللي بيدخل في الزيت، زيت الطعام 24% زيادة. السكر 7%. اللحوم المجمدة 11% زيادة. الدواجن على مستوى العالم، أنا هنا بتكلم على أرقام على مستوى العالم، 10%. طبعا البترول الأرقام قفزت 55% فقط في ال 14 يوم، أكتر من 35 دولار زادوا في 14 يوم فقط. قفزات عمر ما العالم شافها من عشرات السنين. طيب شوفوا بقى، اما هنيجي نتكلم على مسألة التضخم وارتفاعات الأسعار، احنا هنتكلم واحدة واحدة وبالعقل وبالبشويش زي ما بيتقال. لا الغرض ولا الهدف ولا النية تحت اي ظرف ان انت لا تقلق ولا تتوتر، الهدف كله ان انت تبقى فاهم ايه اللي بيحصل، تمام؟ طيب مهم قوي كمان انك تبقى عارف جزء مهم قاله الدكتور مصطفى مدبولي، الدولة هتتعامل بمنتهى الحسم مع اي حد هيشتغل على الاحتكار، حبس بضاعة في المخازن، جشع في الاسعار، ارتفاعات مبالغ فيها، بمنتهى الحسم. وجزء من الحسم ده هو حضرتك المواطن، لقيت في عك كلم جهاز حماية المستهلك اشتكي. خلونا بقى هنا نرحب بدكتور كريم العمدة، استاذ الاقتصاد الدولي. منور يا دكتور. اهلا. احنا عمالين نتكلم قبل ما نبدأ الحلقة، وكنا كله بيدور حول الموجة التضخمية الحالية. الكلام اللي قاله الدكتور مصطفى مدبولي قال ان اللي حاصل في العالم موجة تضخمية الكل تحدث عنها، ولكن ايضا الدولة هتتحمل جزء كبير من هذه الموجة بجانب المواطن، لن تحملها المواطن لوحده، وبالتالي في انه ارتفاعات او التضخم اللي حاصل هيبقى تقريبا 50% من المعيار العالمي. هنتعامل مع ده ازاي؟ سواء اذا كنا
تجار، رجال أعمال، مستوردين، مواطن ومستهلك نهائي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا احنا كلنا شايفين وعارفين اللي بيحصل في العالم ولا ما يعد سرا يعني، واحنا عارفين كمان ان حتى من منتصف العام السابق ان في موجة تضخم جاية كانت بسبب الزيادة الكبيرة في الطلب على أسعار الطاقة والبترول، واحنا كنا كمواطن يعني كنا كمواطنين كنا تقريبا متوقعينها، لكن ما كناش عارفين انها تيجي بالقوة دي. ايضا طبعا يعني انا عايز اقول برضو ان دي يعني احنا بنتكلم في ثلاث ازمات كانوا جايين ورا بعض، تخلص من أزمة ما تكملش سنة تخش الأزمة اللي وراها. كانت عندنا أزمة أسوأ النشأة 2018 بس كانت أزمة بسيطة الواحد ما حدش محسش بيها. أزمة الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين بالفعل كان ليها تأثير ولكن برضو ما حدش حس بيها. ثم الكوفيد اللي وقف حل العالم كله وإحنا عارفين ما صدقنا خلصنا منه، ابتدينا نشوف ارتفاع كبير في أسعار الطاقة نتيجة الطلب اللي حدث مرة واحدة على الموارد الأساسية، إن العالم لما انفتح مرة واحدة. ثم أزمة أوكرانيا وروسيا اللي احنا كلنا طبعا سمعناها والإعلام بيتحدث في كل دول العالم. هنا بقى كانت ان المشكلة انك انت ان ده احنا بنسميه تضخم مستورد. يعني ايه تضخم مستورد؟ يعني انت جاي لك السلع، احنا دولة بنستورد جزء كبير من السلع والمنتجات اللي بنستخدمها. في ناس بتقول كل حاجة، لا مش كل حاجة، احنا بنستورد جزء كبير وبالتالي ده بينعكس على الأسعار المحلية. ده جزء. الجزء الآخر طبعا ان احنا ابتدينا نشوف ان ابتدوا التجار وجشع التجار يرفع الأسعار كده مع نفسه، ان هو توقع الحدث، عارف ان في أزمة ممكن هتحصل للي مخزن سكر، للي مخزن دقيق، لان المخازن مليانة منتجاته، وبالتالي هو علشان يبتدي يطلع فبيطلع بأسعار مرتفعة، وهنا محتاج رقابة أكتر. ده بقى اللي يغيظ. مفيش تاجر في مصر استورد الشاية من بعد الأزمة، بيرفعوا الأسعار على خلق الله ليه؟ الاحتكار، مافيا المستيراد، تجار كبار عندهم مخازن مليانة منتجات غذائية أساسية وعارفين أن الناس ممكن يجي لها نوع من أنواع الذعر، لكن طبعا الكلام ده ما حصلش لحد دلوقتي، ولكن هم بيراهنوا أو بيضربوا على الرعب. يعني عايز أقول إحنا حتى في حاجة بنسميها زي إيه، اقتصاديات الأزمات. يعني في ناس بتتربح أرباح كبيرة جدا. أنا أغنية جاي الحرب دول. يعني بس إحنا عشان ما عندناش حرب فبنقول أغنية حرب روسيا أوكرانيا. يعني تخيل لحد فين. يعني إحنا أزمة مالناش يد فيها، بعيد عننا، ولكن بتجيلك، بتيجي عندك وبتنعكس عليك، وبالتالي أنت هنا بتشوف أن التجار بيبتدوا يستغلوا الموقف أسوأ استغلال ممكن. فإحنا هنا بنقول أن يعني الأسواق محتاجة نوع من نوع الانضباط. طول عمر السوق محتاج نوع من نوع الانضباط، أن يكون في رقابة. طبعا السلع اللي بتنتج محليا معروفة ومش سر، والسلع اللي بنستوردها من الخارج معروفة ومش سر، والحاجات اللي فيها اكتفاء ذاتي برضو، والحاجات اللي فيها اكتفاء ذاتي احنا عارفينها، السكر عندنا في اكتفاء ذاتي منتج محلي، الألبان، الأسماك، الدواجن، البيض، دي كلها سلع. ايه تاني؟ اللحوم الحمراء بنسبة 65%، جانب كبير من الحصالات الزراعية. الفواكه والخضروات بالكامل. في ايه تاني؟ في منتجات كتير احنا وصلنا فيها لمرحلة الاكتفاء. المنتجات البترولية تقريبا احنا بنستورد 30%، وعلى 2023 هنكون تقريبا مش اكتفينا ذاتي من المحروقات، سولر وبنزين وخلافه. فاحنا عارفين او معروف بالظبط ايه السلع اللي بتنتج محليا وايه اللي بتستورد. كمان اللي بتستورد في سجل لدى وزارة المالية والجمارك، معروف كل تاجر استورد قد ايه وايه السعر اللي استورده. حلو. التسجيل المسبق للشحنات طبعا ده نظام مطبق بقاله فترة وبالتالي معروف. فبالتالي يعني المفروض تكون في بيانات عند الدولة وعند الوزارات المعنية عارفة، وبيانات وارقام عارفة بالظبط السلعة دي جت بكام، وهامش الربح المفروض ما يزيدش عن 10% وخلافه. ودي كلها امور يجب ان تؤخذ في الحسبان. طبعا برضو محتاجين نوع من انواع التكاتف الاكتر لدى المجتمع علشان يعني نقدر نقلل الازمة دي وتمر علينا بسلام. لكن برضو انا لازم اوضح ان دولة نقف على ارض ثابتة. احنا كنا دولة من سنوات قمنا باصلاح اقتصادي علشان لما تجينا ازمة بالصعوبة دي نقدر نستحملها وتقدر تعدي علينا بسلام، زي الأزمات اللي فاتت. أنا زي ما قلت الحرب التجارية، الكوفيد مرت علينا بسلام، ودي إن شاء الله هتمر علينا بسلام، ولكن محتاجين نوع من أنواع التعاون بين المواطنين المصريين، والإعلام بيلعب بدور إن هو يعني يبتدي نعمل زي ما نقول ثقافة ترشيد الاستهلاك. أنا عايز أقول إن لما نيجي نتكلم عن الترشيد الاستهلاك ده مش معناه دعوة إلى الفقر ولا دعوة إلى التقشف، ولكن إحنا ترشيد الاستهلاك ده بنقول عليه إيه؟ يعني الاستخدام الأمثل للموارد، استخدام الأمثل للنقود. استهلك عادي، ما ترميش، استهلك وفق يعني إمكانياتك، ما تجيبش حاجات وبعد كده ترميها عشان باظت، فسدت، اتحطت في الطبق وما اتاكلتش إلى آخره. استهلك اللي أنت بتستهلكه، أنا مش بقول لك استهلك أقل، بس ما تجيبش كميات من السلع والبضائع وترمي ثلاث ارباعها او تخزن. يعني ثقافه تخزين السلع دي برضو ثقافه سيئه،
بتعمل نوع من انواع الهلع لدى المواطنين، لا هو ما فيش حاجه هتحصل، واحنا لو تكاتفنا وكانت الرسائل الايجابيه، يعني ده وقت الرسائل الايجابيه المفروض يعني يتم ارسالها للمواطنين وللمجتمع الاعمال ومنظمات المجتمع المدني وخلافه، ان احنا هنقدر نعدي الازمه دي زي ما عدت غيرها. واذا كان على القمح احنا ممكن في كذا دوله بتنتج قمح بس كده انا عندي امان من القمح 6 شهور لقدام. انا عملت 400,000، انا هنا بتكلم بقى مصر طبعا يعني مش يوسف خالص، 400,000 فدان مساحه مزروعه بالقمح زودتها على المساحه اللي موجوده حاليا، ده على سبيل المثال. عملت صوامع وخزنت فيها. انا ما عنديش، اللي انا عايز افهمه اكتر للناس عن طريق حضرتك انه في فرق كبير ما بين انه يبقى في زياده في الاسعار وانا عندي، وزياده في الاسعار وانا ما عنديش. دول كتير ما عندهاش قمح، وبالتالي دي هتقع في ازمه، يعني تبقى صوامعها فاضيه ومخازنها فاضيه، فتبدا تلف على الدول اللي هتستورد منها. وفي دوله تانية زي حالاتي عندها قمحها، وبالتالي وانا بدور، انا بدور تدويره المرتاح. ادي كل القصه بالفعل. عشان الناس ما يجيلهاش هلع بس. طبعا بالفعل زي ما حضرتك اشرت، احنا عندنا مخزون 4 شهور وزرعين 3.6 مليون فدان، انتاجهم هيكفينا لاخر السنه، فما فيش سبب للهلع. هي سلعه استراتيجيه مهمه القمح، ولكن في النهايه احنا عندنا اللي يكفينا لاخر السنه. هتكون الازمه دي خلصت، يعني انتوا يعني مش عايز نتشائم ونفتكر ان الازمه دي هتطول، لا هي هتخلص بسرعه. أنا عندي احساس انها هتخلص في رمضان، هتخلص يعني على الاسبوع الثاني من رمضان ان شاء الله. ولكن انا زي بقول يعني احنا نبتدي نحافظ على الموارد الدولاريه بتاعت الدوله، يعني مثلا ترشيد الاستيراد، الاستيراد يكون للسلع المهمة الأساسية، السلع الرفاهية والكمالية دي ملهاش لازمة نصنعها محليا أو نستغنى عنها. كمان برضو يعني أنا كنت بالمناسبة بمناسبة يعني أبنائنا المصريين اللي كانوا موجودين في أوكرانيا والطلاب اللي رجعوا 5000 طالب تقريبا، برضو دي نقطة أنا كنت عايز أتكلم فيها. يعني أوكرانيا دي دولة يعني مستواها الاقتصادي على فكرة زي مصر تقريبا، وجامعاتها حتى احنا بنرتب الجامعات كأكاديميين بمؤشر اسمه الكيو اس طبعا ريتنج، افضل 1000 جامعه في العالم. هي مش في 1000، افضل 1000 جامعه في العالم. احنا عندنا جامعات مصريه، عندنا جامعه عين شمس مثلا ضمنهم، عندنا عين شمس والجامعه الامريكيه بالقاهره والجامعه الامريكيه وجامعه القاهره وجامعه اسيوط، تمام في الالف. ولا جامعه اوكرانيه. يعني ايه الطالب، ايه السبب، يعني انتوا بتسافروا وبتدرسوا بره عشان ايه؟ ايه السبب اللي خليك تروح تسافر في دوله جامعاتها عاديه زيها زيك؟ وبالتالي برضه احنا محتاجين نوع من انواع الضوابط. كان في تقريبا وزير التعليم العالي تحدث في تقرير سابق ان في 20,000 طالب موجودين بره تقريبا. اوكي لو هم بيروحوا افضل 500 جامعه او افضل 300 جامعه مثلا، بيدرسوا برامج علميه مش موجوده في مصر، هيكتسب خبرات، هينقل عندك معرفه تكنولوجيا، مفيش مشكله، هيرجع لي يفيدني. لكن انت بتتكلم في دوله هي دول شرق اوروبا بالكامل جامعاتها يعني زينا، يعني ماشي الدنيا ماشي حالك، وبالتالي هم بيعتبروها باب خلفي. وعلى فكره دي حقيقه، باب خلفي. الطالب يبقى جايب 50، مش عاوز اظلمهم يعني، ده حقه، ده اختياره، سافر وراح وما الى ذلك. هو عودتهم اظن هنا هتؤدي الى ان احنا اكيد هنعمل برنامج لدمجهم جوه الجامعات بقى الموجوده في مصر. ما هم للاسف اغلبهم جايب مجاميع 50% و60% وادبي وخش طب، يعني هم عندهم مشاكل ما تتناسبش مع المعايير بتاعتنا في مصر. يعني الموضوع ده يؤخذ في الحسبان، اللي حصل حصل، ولكن احنا بنفتحنا في مصر. يعني انا عايز اقول عايزين دور اكبر للمستشارين الثقافيين في اللي موجودين لمصر في الخارج، يعني ممكن ده بره موضوعنا، ولكن يفتحوا برامج، يفتحوا فروع لجامعات دوليه في مصر. اظن الجامعه العاصمه الاداريه فيها 7 جامعات دوليه والعالمين والجلاله، وتكون وتوفر برامج تعليميه جديده عشان نستقطب ابنائنا المصريين اللي هم بدل ما يسافروا خارج يكون بديل ليهم ان هم يدرسوا في الجامعات المصريه كجزء، ونجذب دول الخليج والدول العربيه ويبقى مورد. الجزء الثاني برضو السفر للخارج. على فكره ما بتكلم الناس اللي بتسافر بره دي بتاخد من الاحتياطي الدولاري المصري، الناس اللي بتسافر تصيف في لبنان وفي تركيا، مصر يا فندم يعني عندها دلوقتي بيروح لبنان، يعني لبنان فيها اللي مكفيه. الناس اللي بتسافر برضو بالسلامة، الناس اللي بتسافر برضو نفضل يعني مصر افضل، يعني توجه لي المقاصد المصريه. الناس يعني دلوقتي يعني عازفه عن السفر بسبب ما يحدث في الازمه الروسيه الاوكرانيه، اللي بنتمنى اكيد من قلبنا انسانيا انها تنتهي، ما حدش عاوز حروب، واقتصاديا نتمنى انها تنتهي علشان نعرف احنا كمان نفوق لشغلنا. لكن اخيرا قبل ما اختم، التوصية التي يوجهها دكتور كريم من جهة إلى التجار والمستوردين وكذا كذا كذا، وأيضا إلى المستهلك المصري. يعني أنا زي ما كنت قلت أن ترشيد الاستهلاك للمواطن والمستهلك المصري ده مش دعوة للتقشف والحاجة، ولكن دعوة إلى الاستخدام الأمثل لمواردك المالية والنقدية والسلع والمنتجات، دي أول حاجة. تاني حاجة برضو الرقابة الحكومية،
يعني دور اكبر للرقابه. جهاز حمايه المستهلك ده على فكره دي منظمه غير هادفه للربح، مجتمع مدني على فكره، وانك انت المفروض مش يعني اللي نقول عليه المفتشين بتوع جهاز حمايه المستهلك، انا وانت وكل المواطنين، انا كاي مواطن رحت لقيت سلعه جودتها مش كويسه، سعرها زايد، ارفع التليفون على طول في الخط الساخن على جهاز حمايه المستهلك، او اوجه شكوى الى الجهات المعنيه او منظومه شكاوي رئاسه الوزراء. كل ده لازم اشتكي، انا ما اكتفيش باللي انا انتقد وانا واقف مكاني، اشتكي وبالتالي هتتحرك الاجهزه المعنيه ويبقى في نوع من انواع العقاب، غرامه تفرض، تقفل المنشاه دي علشان نلحق التضخم بدل ما يزيد باسباب صحيح. غير منطقيه، نلحق صحيح. الموضوع من اوله. الجشع الجشع بتاع التجار صحيح. وبالتالي احنا مصر دوله زراعيه بننتج، يعني بننتج سلع ومنتجاتنا الاساسيه، بنتوسع في الرقعه الزراعيه لما ومشروع تبطين الترع والتوسع في المشاريع الزراعيه، كل ده هو ده اللي هيأمننا. الظروف اللي حوالينا هي اللي ملخبطه. انا بشكرك جدا، بشكر كل شكر حضرتك دكتور كريم العمده استاذ الاقتصاد الدولي، قال كلمتين في الجول، ولا التاجر ولا المستورد يعني يصيبه الجشع، ولا المواطن يسكت على هذا الجشع. هنستأذنكم، هنروح لفاصل وهنكمل بعد الفاصل مع ضيفنا العزيز كاتبنا وناقدنا الكبير استاذ طارق الشناوي، وحشنا بعد غيبه. فاصل ونكمل الكلام. وهيجي وهياكل من اكلي. يا رب يا رب انت عالم بحالي يا رب، والنبي يا رب النبي رجع لي ابني نور بالسلامه يا رب، انا غلبان ومليش غيرك يا رب، احرسه هو واللي زيه يا رب، ما شوف في مكروه ابدا، سيئت عليك النبي حبيبك يا رب، انا ام ضعيفه، احرسه احرسه هو وزبحيله يا رب، وريني ايه من ابني بخير يا رب، سيئت عليك النبي حبيبك يا رب، يا رب احميه يا رب، نور نور حبيبي حبيبي، صدق قلبي لما قال لي ان انت بخير يا ابني. عمر قلبك ما كدب يا ام نور. انا ما صدقتهمش، وقعدت احضر لك الاكل يا حبيبي، يلا غير هدومك وارتاح. انا منعم يا امي مش مرتاح بس. طب يلا يا ابوك قلقان عليك، انا مش قلقان، ابوك قلقان عليك، يلا ناكل مع بعض الاكل اللي انت بتحبه. لو على الاكل يا امي كفايه نفسك اللي فيه وفيا، ابويا راجل مؤمن ومرتاح وهيطمن، احنا لازم نمشي. ايه تمشي؟ تروح فين تاني؟ تروح فين تاني وتسيبني؟ هروح سينا يا امي وهرجع لك، وهروح تاني وارجع لك، وهفضل احوج يا ام نور طواف، وعمري ما هبطل. بس انا طول عمري بخاف عليك من الموت. خلاص يا امي مفيش تاني ولا خوف ولا موت. الحمد لله مفيش موت، الحمد لله. يعني ايه؟ يعني عدى الموت يا ام نور، عديت الباب الكبير، واللي عديه ما بيموتش تاني يا امي. عديته ازاي؟ بتجيلنا لحظه يا امي وبنشوف فيها وبنسمع نتخير، واللي قد انه يدفع الثمن هيدفع وهيعدي وهيعيش. وانت دفعت الثمن يا نور؟ دفعت يا امي، ده انا طول عمري مستني اللحظه دي. بعدين مش انت وابويا علمتوني ان ادفع وما استخسرش؟ عندي ايه اغلى من بلدي؟ ادفع له اغلى ما عندي يا امي. دفعت وعديت وجيت ابشرك وامشي. جدع يا دنايا، جدع 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 يا دنايا. طيب خليك معايا شويه، انا مش هشوفك تاني يا نور، مش هشوفك تاني. طب طب طمني بكلمه، طمني بكلمه يا نور. أنا حي يا أمي، حي إلى الأبد يا أمي. أنا عارفة
أنا عارف. مع السلامة يا حبيبي، مع السلامة يا حبيبي، مع السلامة يا حبيبي. مشهد صعب صعوبة بالمناسبة. يعني الأول خلونا نجدد الترحيب، لأن أنا رحبت من قبل ما ندخل الاستوديو بكاتبنا وناقدنا الكبير أستاذ طارق الشناوي. ازيك يا أستاذ؟ أهلا شديش. أهلا بك. عامل إيه؟ إيه الأحوال؟ كنا قاعدين عاملين بنتفرج على مشهد طبعا مع حفظ ألقاب الجميع، ماجدة زكي وخالد الصا وأحمد خالد صالح. مشهد صعب قوي قوي، أم وابنها ويستشهد. يعني التعبير والتعبير عن الاستشهاد كمان الحقيقة معمول بطريقة ذكية جدا وعميقة جدا. هو عبر للموت، لكن زي ما احنا شفناه بكامل صحته وبيحافظ لسه على الحياة، بيحمي حياتنا. ففكرة يوم الشهيد الحقيقة تجسدت في المشهد ده. وطبعا ماجدة رائعة، كل حاجة، أم رائعة، إيديها مشيتها، إحساسها من الأول الخوف أن يكون الخبر له علاقة بالابن أو حتى بزملائه، لأن دايما يعني في ذهنها أنه مش بس ابنها، كلهم ولادها. فعبرت الحقيقة زي كل أم مصرية، عبرت بإحساس عالي جدا، الخوف وبعدين الرضا كمان. الرضا الرضا مهم ده، والاستمرار في الحياة، لأنه هم عايزين يقتلوا الحياة، والشهيد بيتجدد، يعني بيتجدد من زملائه، بحفاظنا على الحرية، على المصير. فالحقيقة المشهد مكتوب حلو قوي كمان، وطبعا أوي. والأداء يعني في ذروة فن أداء فعلا. يعني ماجدة زكي الحقيقة أداء طاغي، هي وخالد الصاوي أداء طاغي. وأنا فرحان قوي إن أنا شايف خالد الصاوي كمان بصراحة، أنا أحبه فأحب إن أنا أشوفه دايما قدامي كده. طيب يمكن أنا عايز نكمل الكلام على مسألة السينما والدراما، وإزاي جسدوا مسألة الاستشهاد وشهداء والشهداء وما إلى ذلك. بس عايز أبدأ ده بعد ما نترحم على الأستاذ يسري الجندي الله يرحمه. خبر كان مفجع النهاردة جدا، لأن كاتب وقيمة كبيرة قوي، وأنا عرفته طبعا على المستوى الشخصي وطبعا على المستوى الإبداعي. الرجل حالة خاصة جدا في تاريخ الدراما، المزج بين الشعبيات وبالعصر، يعني هو أكتر واحد قدر يمزج بين الاثنين ويقدم لنا حاجة تشبهه يعني. واشتغل كتير في الثقافة الجماهيرية وخد مواقع، بس أهم حاجة إبداعه اللي هو شعبي قوي وتراثي وتاريخي، وفي نفس الوقت بيمس الحاضر. كان يوسف يعني ده اللي بيميزه. ده اللي بيميز يسري، ان هو برغم يعني عمقه التاريخي، لكن دايما له صله باللحظه. دايما الدراما عنده تاريخ، لكن تاريخ بيتكلم على النهارده. يسري كمان مثقف جدا جدا جدا، واضح طبعا في الكتاب، وكبرياء، عنده كبرياء عالي جدا، لم نرى يوما يشكو، دايما خالص. عنده كبرياء، دايما حاسس انه امجاده اللي عملها دي خلاص يعني مريحاه، يعني امجاد تخليه ينام وهو مطمئن، متوائم، متصالح، سعيد باللي عمله طول الوقت، وانه طبعا يعني وهو يستحق، لانه نبض وومضه وحاله خاصه، حاله ابداعيه خاصه. الفنان دايما تعرف الفنان الاستثنائي مش بيعمل عمل جيد، ممكن 10 يعملوا عمل جيد، لكن واحد يعمل عمل متفرد يشبهه. يسري كان من هؤلاء. ايه اكتر عمل تحبه ليسري الجندي الله يرحمه؟ والله الملاحم الكتيره اللي عملها، سيره هلاليه، واعاد يعني يعني اعاد وجوحه، يعني يعني كل الحاجات دي فيها روحه، فيها ابداعه. يعني دايما كنت انا احس ان هو عنده انحيازات للطبقات الشعبيه، نيل، حب، هو درسها كويس، واهم من درسها حبها. يعني هو بيعبر عن حاله، وبعدين دايما في مزج غنائي، حتى لو هو ما كتبش اغاني لكن عنده الحس الغنائي ده، فتلاقيه موجود في اعماله، يبقى دايما في تعبير غنائي جوه العمل. طب هرجع مره تانية على يوم الشهيد والسينما زائد الدراما، هل قدروا يوصلوا الفكره بشكل كافي؟ يعني
في الأعمال السينمائية بتاعتنا، هل إحنا في السينما وصلنا بشكل كافي البطولات وحالات الاستشهاد اللي حصلت على مدار التاريخ المصري الطويل كذا الحال في الدراما؟ إحنا جسدنا ملاحم كتير، ما أقدرش أقول لأ، بس مسألة بطولة شهيد. بص، إحنا دايما كنا لما بيقترب أكتوبر أو نتكلم على هزيمة 67 أو في أي يعني في أي حديث متعلق بالدراما وبالسينما تحديدا ورصدها للكفاح المصري والبطولات المصرية، كنا دايما عندنا غصة وإحساس أنه لا، الشاشة ما ديتناش حقنا. لكن لازم لما نقول نتوقف أمام فيلم مهم اللي هو الممر، طبعا هو أجمل ما فيه وأعظم وأعمق ما فيه أن شريف عرفة تحدث عن هزيمة 67 والدولة سمحت بالحديث بقوة وبعمق في مناطق كان ما نقدرش نقترب منها، أن يبقى في حديث صريح مباشرة وعلى الهزيمة مباشرة وعلى الانكسار بكل أبعاده. كل ده كنا دايما نعبر كده ونجري على طول عشان ل 73، فكان في توجه هنعمل 73 بس نبدأ من 67. فممر الممر اللي هو ممكن يبقى فيه الممر 2 بعد كده اللي هو 73، قيمة الممر اللي احنا شفناه ان هو توقف عند الهزيمة لكن بروح المقاومة اللي كانت حقيقة. انكسرنا ايوه في اللحظة دي، صح، وانهزمنا واتضربت البنية التحتية العسكرية بدراوة من اسرائيل، لكن شوف قدرنا نقفز ازاي في لحظات، والانسان المصري كان قادر على ان يعبر بمشاعره، مش يعبر الارض، لا، يعبر بمشاعره من الهزيمة الى ومضة الانتصار والى نهار الانتصار. لما تقدم الفيلم بكل ابعاده كنا بنحس بده، انك انت وانت مهزوم قادر تواجه. عشان كده هو يوم الشهيد تم اختياره ليه من ايام الرئيس جمال عبد الناصر، اللي هو يوم استشهاد عبد المنعم رياض، فريق عبد المنعم رياض طبعا، اللي هو عنوان المقاومه بعد الهزيمه لحرب الاستنزاف. احد اهم العناوين كان الفريق عبد المنعم رياض، عشان كده بقى ده يوم الشهيد. يعني عبد الحليم غنى فدائي 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 فدائي، دي من 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 احلى الاغاني، تحفه، وبتخلينا نبكي من فرط من فرط جمالها. ده حمزه وبليغ حمدي اتكتبت بالليل كده. استاذ محمد حمزه حكى لي انه مره كان مسافر هو عبد الحليم، فعبد الحليم لقى النور مفتوح عند حمزه، يا حمزه بكتب، طب وريني، لقى الكلام خلاص بليغ موجود، خلصت، اتعملت غنوة بتبكينا جميعا من أصلا جمالها. كمان الجمل اللي فيها، يعني أنا النهاردة كنت قاعد عمال بسمعها في العربية وأنا جاي الشغل، قريبة من المشهد بتاع مجدة، عمال تخبط في وداني جدا، والموت يا أمي ما تبكيش، راح أموت علشان بلدي تعيش وفراح يا عايز أقول، وكأنه طبعا مش عايز أقول إن هم إن ده كان في لا شعور، لا، يعني إحساس ممكن يبقى عام، لكن أنا وأنا بتفرج على مجدة تذكرت فعلا، وانت قاعد اهو لذلك بتقول فدائي فدائي، لانه فعلا افتكرنا الغنوه العبقريه دي البسيطه جدا اللي بتبكينا كلنا من فرط صدقها. طيب هرجع على مساله، يعني احنا هنا مثلا اتكلمنا على الممر اللي هو بيتكلم عن، وده عظمته، بيتحدث عن القيام عن الهزيمه، ايوه، وعن هزيمه 67 وقدمها بكل دراوه، صحيح، قدم حتى السخريه اللي كانت في الشارع، القوات المسلحه اتقدمت في اكتر من مشهد، يعني عايز اقول كان في صراحه لم نرها خالص في اي عمل فني، دايما كنا بسرعه هزيمه وبعدين انتصار، لا، حلل الهزيمه وحلل تركيبه الانسان المصري الذي يستطيع ان يعبر الى النصر. اصل انا بتذكر مره الرئيس مره زمان من كام سنه اتكلم على هو ليه بقى ضابط جيش، فانه بعد 67 دخل المدرسة العسكرية مدرسة جوية عشان يطلع ضابط طيار فيما بعد ذلك، يعني يخش كل، يعني الهزيمة برضو هي الهزيمة كان هي أثرت الدفع. واضح في كلام الرئيس أنها أثرت تأثير كبير، لأن هي خدته من مجال لو صح تعبير البزنس العائلي، تجارة العائلة ومهنتها وشغلها، إلى أنه لا، أنا داخل المدرسة الجوية العسكرية، نتكلم في كده علنا مرة في مرة، مرة من المرات، وبعد كده كمل في الكلية الحربية بقى وما إلى ذلك، إلى أن صار ضابطا بعد تخرجه، وهكذا بقى في مشوار الرئيس. أنا بظن أنه ده جزء
من المصارحة والمكاشفة إنه أيوة إحنا اتكسرنا في 67 ولازم نتكلم على ده بمنتهى الصراحة، زي ما لازم نتكلم بمنتهى الفخر على عمليات حرب الاستنزاف وصولا لنصر 73. هي دي اللي عملت التوازن النفسي عند الجندي. انت كنت عايز عند الشعب. انت اول حاجه عملت انت حميت الجبهه الداخليه من الانهيار ومن الضرب. صح. وكان وفي طبعا بطولات عظيمه عاشتها مصر بعد 67، بطولات طبعا. عظيمه كويس، ومن جنود بسطاء. عبد العاطي بعد كده مثلا يظهر في 93، بتلاقي ان احنا ساعات بننسى صعد الدبابات ده بعد 67 في 73. عبد العاطي شوف قد ايه كانت البطولات دي من بسطاء. يعني أنا شفت جانب من مذكرات لأجل الصدفة، مذكرات المجند السائق للفريق الشهيد عبد المنعم رياض، والمصادفة أنه قريبه صاحبي جداً، وهو قريبه دلوقتي قاعد عمال بيعمل إعادة كتابة لهذه المذكرات، والرجل اللي زال حياً يرزق اللي هو السائق بتاع سائق الفريق عبد المنعم رياض الله يرحمه، وخد منه قاعد عمال بيسجل، بيبقى غالبا رتبه برضه، بيبقى يعني مثلا سول يعني في القوات المسلحه. فلما صديقي ده قاعد يحكي لي ونسمع مع بعض التسجيلات الصوتيه بتاعت قريبه، لا ده جانب انساني مذهل ومخيف. ازاي هم مش مصدقين اللي حصل؟ يعني ازاي الفريق عبد المنعم رياض استشهد اللحظة اللي حصل فيها وهم مش قادرين يصدقوا؟ السائق بتاعه مش قادر يصدق، الوحدة مش قادرة تصدق، لأنه كان على الجبهة. هو بالظبط كده، يعني 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 رئيس أركان وعلى الجبهة ومعرض للقتل وللضرب والاستشهاد وهو في المواجهة. وكان هنا بقى الضابط بيضرب المثل للجنود، ولا يزال المثل حاضرا. شوف بنتكلم على ايه، شوف كل السنين دي لا يزال الفريق عبد المنعم رياض كنموذج وكرمز للشهداء العظام لا يزال في الذاكرة. وده أظن لا يزال. يعني أنا ساعات كتير بشوف في التكريمات إن أنا ألاقي مثلا في لواءات تم استشهادهم، عمداء تم استشهادهم، يعني مش بس في صفوف الجنود أو ضباط شبان، يعني طول الوقت في على اختلاف الرتبة العسكرية في ناس استشهدت للأسف الشديد في هذه الحرب على هذا الإرهاب القذر. يعني فإذا النماذج لازالت دائما حاضرة، ليه السينما مش بتواكب ده؟ ما السينما عملت، لما السينما امتلكت عملنا الممر أدواتها. أنا عايز تاني وتالت ورابع، لانتاج خاص، وده مهم قوي. حلو. احنا تعودنا نقول ايه على الدولة أن تنتج، مش كده دايما لما بنيجي عند الحتة دي احنا كنا منتظرين المؤسسة القومية للسينما. والناس تقول لك طب الدولة اللي أنتج القطاع الخاص. هشام عبد الخالق. قطاع خاص طبعا، مش دولة. والفيلم انا حضرته مع الجمهور، كان في بينهم اطفال، كانش عند بداوا يفهموا، يعني طفل عنده 6 سنين اكيد يعني تقول له ايه وكنا مستغربين، انا كنت مستغرب كمان ايه اللي يخلي اطفال ممكن يشوفوا فيلم عسكري. ايوه، لانه في كمان بعد انساني بدا يفهم. فانت كمان وصلت رساله لجيل صغير جدا، وبالنسبه له ضبابيه، التاريخ ده ضبابي، بدا يفهم. يعني بس إيه؟ هو أظن كل الأطفال بيحبوا يشوفوا أفلام عسكرية. يعني أنا وأنا صغير ما أنا شفت كل الأفلام وأنا طفل عيل، يعني أنا مواليد 75، فشفت كل الأفلام اللي تم إنتاجها في السبعينيات وأنا عيل صغير، يعني عندي 5 و6 و7 سنين، ودي أفلام بتشد الطفل. يعني جزء منها بيبقى أكشن، وجزء منها الإحساس البطولي والملحمي، وجزء منها أنا عايز أبقى محمود ياسين في رصاصة لا تزال في جيبي، وعايز أبقى محمود عبد العزيز، وعايز أبقى وهكذا. بس أنت هنا الحقيقه الممر يعني قيمته الابداعيه ان هو حل كمان النفس البشريه، حل الانسان. ايوه، يعني انت امامك بشر من لحم ودم، مش مجرد معارك ممكن الطفل يبص عليها ويقول لك وده بيضرب وده الشجيع وده، لا ده في تحليل نفسي وفكري للشخصيات دي، فعميق. يعني عايز اقول الممر قيمته في عمقه وفي نفس الوقت في بساطته وصدقه والصراحه اللي كان فيها. لا انه جيل من الاطفال يبتدي يفهم تفاصيل معينه، ما ده الفيلم ده اتصور حتى صناعه ما كانش في ذهنهم انه حتى الاطفال
هيشوفوها. عشان كده الدولة العربية اختيار عز كان اختيار حلو يعني طبعا. عز من الناس اللي او من الممثلين اللي الناس تحبهم، عنده قبول رجالة وستة يعني، ده أول ممثل الرجالة ما بتغيرش منه. أول قال لك طيب ممكن بيغيروا برضه؟ لا أتحدى أتحدى وده بجد والله. هتلاقي دايما إيه رجال يقول لك إيه ما شاء الله بصراحة الوقت حلوة وما بيغيروش منه، يعني بيشوفوه لطيف، بيشوفوه أخ، بيشوفوه صديق. هو أحمد وهو عنده روح كده يعني، بس المموه بيخافوا منه، فبقت كلمة لازقة في بق الناس بعد كده. احمد دايما بيضيف لمحه كده من خفه الظل يعني، دايما شخصيته مهما كانت شخصيه عسكريه ضابط يعني، لكن عنده كده هامش هتلاقيه واخد جزء كبير من اعماله الدراميه فيها خفه الدم دي، فكمان بيتخش القلب. هم في اتنين بصراحه اللي احبهم في كريم التاني كريم هم طبعًا. يعني هم الاثنين طبعا هو كريم وعز هم عنوانين الاثنين بيموتوني ضحك وما بيقولوش شيء فيه اسفاف يعني، وبعدين ليهم طريقه كده. فعشان كده كنت بقول ان احنا يمكن محتاجين اكتر انتاج خاص في مساله بتاعه فكره الملاحم والبطولات اللي حصلت، وده شيء رائع يعني. هتلاقي بس عندنا اختيار واحد واثنين وثلاثه وما الى ذلك، وبرده فيها تكريم كبير لمساله الشهداء طبعًا المصريين طبعًا. بس انا بحب اشوف ده في السينما اكتر. السينما تاريخ برده طبعا، السينما بتحافظ على التاريخ، لكن بدا في اعمال دراميه مؤكد، في اعمال دراميه لديها قدره على الحياه وده مهم، في اعمال دراميه فعلا عايشه طبعًا. عايشه في الهجان في الهجان الاختيار في عصرنا الحالي الى اخره. الاختيار لما اتعمل الجزء الاول ونجح كلنا قلنا معقول هيبقى في جزء تاني ينجح بنفس القدر، الاختيار اتنين نجح اكتر وده رهان صعب. انا عايز اقول لك دايما انك انت لما بتوصل لذروه نجاح بيبقى اكبر خوف اللي بعده اذا نزل لو كان كويس ونزل درجه على النجاح وكانه فشل. ايوه فازاي على الاختيار اتنين، معناها ان بيتر ميمي اللي هو المخرج ومعاه سرحان هاني سرحان الكاتب قرروا ان هم كمان يدونا ما هو اعمق من الاولاني. صحيح. واتعملت الفكره الجانب التوثيقي مع الدرامي، مع الدرامي الخطين بشكل موازي. ليه بقى؟ لان انت بتتكلم عن تاريخ قريب جدا، بل تاريخ موجود في العيون يعني لم يغادر عيوننا، مش بس قلوبنا ومخنا، لا ده في العيون لا يزال، فانت شايفه. فكان لازم الوثيقه تقول لك ايوه صح، واحد اثنين ثلاثه، مش انت شفت نشره الاخبار كان فيها كذا وشفت جنبها بقى الدراما، فكانت التوازن ده الحقيقه عمقه. وبعدين لما بيقدم حتى الضابط الخاين بيقدمه بمنطقه بقناعاته يعني، ده كان برضو دي كانت قفزه في التحليل في الكتابه الدراميه. اتعودنا دايما انت ممكن تقدم الخاين وانت بتكرهه من اول لحظه، اول ما تشوفه كده ده خاين، ما عشان كده هو الاختيار ده اختار وده اختار وقدمه لك بقناعاته، فانت اللي بتحكم. انت شايف انه وازاي بيتم غسيل المخ كمان، احنا يعني شفنا ابعاد كتيره ورسائل مهمه، لانه غسيل المخ ممكن يبقى في كل وقت، وهما تعرف قوى الشر ما بتسكتش وبتحاول، فانت بتقدمهم وبتقدم ازاي انا ببقى في شايف هذا حتى الضابط العظيم ازاي بيحاولوا معاه ويغسلوا مخه. صحيح. الهام يعني الكتابه حلوه والاخراج جميل، وده اللي بيخلينا نتطلع للجزء الثالث بقى. ايوه يعني احنا منتظرين اهو يعني احنا النهارده كده كام يا جماعه؟ احنا النهارده سبعه سبعه ايه؟ النهارده 10 10 شعبان بس كده، فاضل لنا يوم ثلاث اسابيع ابريل هيبقى في رمضان نبدا بقى المشاهده الكثيفه. ما يبتدي بقى طبعا، وكانه وكان في اعمال الحقيقه في تنوع ان شاء الله في كمان في كوميديا وفي اكشن وفي في تنوع مهم قوي يعني، المائده حافله ممتلئه حافله دسمه اكلات يعني. استاذ طارق نورتنا وشرفتنا كما جرت العاده، الى لقائنا القريب ان شاء الله الاسبوع القادم مع بعض من السندوتشات الساخنه، وده سرنا انا والاستاذ طارق مش هنقول لكم عليه غير لما انا اوفي بوعدي الاول. على كل ان هو الحلقه صحيح خلصت، بس انا في حاجه بس عايز اقولها بمناسبه سفريتنا لدمياط. أنا عايز أشكر مديرية أمن دمياط وزارة الداخلية على اللي عملوه معنا هناك بصراحة، يعني الناس دي شالتنا في عينيها أكتر مما كنا نتصور أو نتخيل بصراحة. ألف شكر، وتعبناكوا وهلكناكوا معانا، شكرا جدا يا جماعة. خلصت الحلقة لحد كده، لو كلنا العمر هنقابلكم إن شاء الله يوم السبت الجاي، ودقايق يكون موجود معاكم كريم رمزي ورقم 10. سلامات.